تشوفوا بكره هنبقى فين. العاصمة تاريخ جديد وحلمنا مبقاش بعيد، والصعب واحنا اتفقين مش صعب علينا. المصر مليان بالطبع بدايته فكرة، واحنا باصين لبكرة والبعد بكرة، والجيل حيجي بعد جيل. خططناها وبنبني بإيدين ولادنا علشان ابنك وابني وعشان بلدنا وعشان مساء الخير عليكم، ويوم جديد وبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. طبعا مسي او بنصبح على جمهورنا في الوطن العربي كله وفي مصر طبعا وفي كل العالم. وقبل ما نبدا حلقتنا النهارده بحب امسي على حبيبتي، بقالي كتير قوي ما شفتهاش، دكتوره منى عبد الغني. يا حبيبتي يا مها، ازيك وزي ايمان عاملين ايه؟ استاذه ايمان عز الدين، صباح الفل عليكم او مساء الفل حسب بقى التوقيت. نقول مساء الخير لان احنا في مصر وكل واحد مع اختلاف يعني التوقيت عنده. مساء الخير على حضراتكم، وبدايه اسبوع جديد مهم جدا واخبار جميله جدا تهمكم، ما تروحوش اي حته، ان شاء الله تكون حلقه متميزه جدا. مساء الخير عليك يا ايمان. مساء الفل يا منمن، ومساء الورد يا مها، ومساء الخير والهنا والبهجه والسعاده والرزق والتفاؤل بيوم جديد، بداية أسبوع جديد، يا رب أسبوع هادي ونادي، ويمنا يا مصريين بقت هادية ونادية قوي إن شاء الله. الحمد لله. وطبعا ما فيش كلام نبدأ بيه الحلقة إلا الكلام عن المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخ مصر، واللي تم الإعلان عنه امبارح من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في رأس الحكمة. رئيس الوزراء أكد أن الصفقة هي شراكة وليست بيع أصول، وهي مقدار قياس نجاح الدولة على مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر، وإن المشروع الكبير ده هو ترجمة حقيقية لقدرة مصر على جذب الاستثمارات، وإن مصر بتحتاج كل سنة مليون فرصة عمل جديدة، وبالتالي إحنا مش حاجة يعني إحنا مش في حاجة لمثل هذه المشروعات الكبرى. من أهم الحاجات اللي أكد عليها رئيس الوزراء هي إن مدينة رأس الحكمة هتوفر ملايين فرص للعمل للشباب المصري، وان كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر هتعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى. الحقيقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة هيدخل الدولة 35 مليار دولار خلال شهرين، مقسمة الى الدفعة الاولى في خلال اسبوع، وطبعا هيوفر فعلا فرص عمل كبيره جدا جدا لشبابنا ايمان. اكيد طبعا، هو مصر دايما حريصه على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. الدوله المصريه هيكون ليها 35% من ارباح تنفيذ المشروع طول مده اقامه المشروع، ده غير طبعا ضخ 150 مليار دولار، وده رقم كبير ممكن يكون ميزانيه الدوله لوحده من الجانب الاماراتي، ده هيكون في شكل استثمارات. خلينا نشوف مع بعض بعد جزء من كلمة السيد رئيس الوزراء ونرجع تاني نتكلم شوية. وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر. والحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها. تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة، واللي الدولة بتنفذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئاسة الجمهورية وهو شغال على هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة. الفكر بتاع مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كان محدد أن منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لأن لها إمكانيات واعدة جداً، أراضي على امتداد الساحل، ظروفها المناخية والظروف الطبوغرافية ملائمة أنها تستوعب القدر الأكبر. عشان كده كان المخطط ده وضع مجموعة من المدن وبيغير فكرة تنمية الساحل الشمالي، أن احنا بنتكلم على تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية. عشان كده المخطط حدد تحديداً مدن العالمين، راس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب كمدن جديدة تتعمل، بالإضافة لتنمية مطروح والسلوم، عشان يبقى عندي سلسلة من المدن الجديدة اللي بنية أساسية متطورة. أنا بتكلم هنا على مدن وليس منتجعات سياحية، مدن ذكية بتستوعب ملايين السكان وبتعمل وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري. وعشان كده كانت الرؤية من البداية، وكان ناس كتير بتتساءل هو أنتوا ليه عملتوا الطريق الساحلي الدولي 10 حارات في كل اتجاه؟ طب هو ما هي فايدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة اللي الدولة النهاردة بتنفذه من السخنة لغاية السلوم؟ الفكر كله أن أنا أخدم لدولة في المستقبل، أتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس، وبالتالي كل البنية الأساسية اللي بنعملها بنعملها ل50 و100 سنة قدام. عشان كده كانت هذه المشروعات البنية الأساسية الكبيرة اللي بتتنمى، ومنها أيضا مشروع الضبعة اللي هو عشان يولد طاقة نظيفة، عشان لما كل هذه المدن، وإحنا بنتكلم على مدن مستدامة وخضراء وفكر التغيرات المناخية، يبقى بتعتمد مستقبلا هذه المدن بالكامل على أيضا طاقة نظيفة. فبالتالي هذا المشروع الكبير جدا اللي بيتعمل في إطار مخطط متكامل وما طلعش من فراغ. فبالتالي احنا بنتكلم على تنمية متكاملة في كل المجالات، وان شاء الله تكون هذه المدينة بنستهدف انها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على اعلى مستوى، وتستقطب حجم سياح لن يقل بالاحوال عن 8 مليون سائح اضافي هيجوا لمصر ان شاء الله مع اكتمال هذه المدينة العملاقة. نيجي للأهم، ويمكن ده اللي دايما كل يعني أنا عارف مثار اهتمام كل الزملاء، الاتفاق المالي. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم. سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف 2 شهر بإجمالي 35 مليار دولار. هيقسموا على دفعتين. الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد 2 شهر من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي 10 أو 15 مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فحنستخدم في الدفعة الأولى 5 منهم حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى. بعدها بـ2 شهر 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو 6. يبقى احنا كده بنتكلم على
24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل 11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا، هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. تعالوا نقول لكم شوية معلومات سريعة عن المشروع، وليه فعلا مهم، وليه لازم نشيد بيه كلنا، ونكون واقفين دايما مع بلدنا في كل خطواتها. المشروع هيضم تأسيس شركة راس الحكمة، وهتكون هي الشركة القابضة للمشروع، هتضم فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. مش بس كده، المشروع هيجذب 8 مليون سائح، وبالتالي مستهدف 40 و50 مليون سائح من خلال هذه المشروعات إن شاء الله. كمان من الحاجات المهمة اللي أكد عليها السيد رئيس الوزراء إن حجم النقد الأجنبي اللي هيدخله مشروع تطوير راس الحكمة هيعمل حالة من الاستقرار للنقد في السوق، لأن هي مسألة عرض وطلب، وكمان هيستهدف القضاء على التضخم والقضاء على السوق الموازية والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة، سواء بنتكلم سعر البنك أو السوق السوداء. كمان إحنا بنتكلم على أنه في سياحة، السياحة يعني بنية تحتية، يعني تطوير للمدينة العملاقة، يعني مشروعات ترفيهية عملاقة، يعني فنادق. ومن المعروف دايما أنه السياحة لوحدها كصناعة، السياحة تعتبر صناعة مرتبطة ب70 صناعة تانية لمن لا يعلم. فاحنا هنا بنتكلم مش بس عن سياحة، احنا بنتكلم عن 70 صناعة مرتبطة بها، ده غير توفير فرص عمل للشباب، غير بنية تحتية، غير مطار، غير وغير. وفي الأول وفي الآخر الأرض بتاعتنا، الناس دي جاية تستثمر، زي بالظبط أنا لما أروح أشتري شقة في عمارة، فأنا بيبقى لي نصيب من الأرض دي أنا كمشتري، لكن الناس دي بتيجي تتطور وتستثمر وتبيع الحاجات دي ليه ناس بتشتري زي احنا المصريين او غيرنا وهكذا. وبالتالي اعتقد انه ده هيكون مشروع كبير وضخم وواعد جدا جدا، وهيرتبط بسلسله اخرى من المشروعات العملاقه فيما بعد. ده حقيقي، ده مش تطوير بس، انما كمان تشغيل عماله، مشروعات بتفيد المصريين والاجانب، في سياحه، في حركه استثمار. خلينا نشوف يعني تقرير كده عن اضخم صفقه استثمار مباشر في تاريخ مصر ونرجع تاني. في ناس كتيرة من اللي بيشوفونا دلوقتي وبيتابعونا يقولك طب وإيه الفايدة؟ الحقيقة فوائد كتيرة هتعود علينا وعلى بلدنا اقتصاديا. وعشان الكلام يكون عملي معانا على التليفون دكتورة رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة، اللي هتقول لنا كل الفوائد اللي هتعود علينا من المشروع ده. بنرحب بيكي يا دكتورة رانيا. مساء النور، اهلا بحضرتك واهلا باجمل ستات في الدنيا. الله يخليكي. في الاول بقى عايزين نسال حضرتك يعني اقتصاديا ايه الفوائد اللي هتعود على مصر؟ في الحقيقه الفوائد كثيره جدا، ولكن خلينا نتكلم على المدى القصير وعلى المدى الطويل. وخلينا نتكلم دايما، كانت ناس كثيره تقعد تسال ايه الفايده اللي هتعود على حياه المواطن المصري من الاصلاحات الاقتصاديه، طب امتى هنشعر بده؟ خليني اقول لحضرتك ان المشروع ده
ليه فايدة هيشعر بيها المواطن بصورة سريعة جدا وعلى المدى القصير. احنا يمكن عايشين في حالة بسبب التضخم، ارتفاع مستوى الأسعار طبعا. كل يوم بنسمع عن تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف، وده بيأثر على حياة المواطن. ولكن خليني أقولك إن الصفقة الحالية هتوفر سيولة سريعة زي ما دولة رئيس الوزراء أعلن في المؤتمر الصحفي خلال الشهرين القادمين، أول دفعة خلال أسبوعين أيوة. وتاني دفعة هتكون خلال شهرين. الشهرين القادمين أيوة. وده معناه إن هيتوفر للمصر جزء كبير من احتياجاتها من العملة الصعبة، وده هيوفر أو هيخلي القدرة الدولة المصرية على إن هي تحارب السوق السوداء، وإن إحنا نبتدي ننهي فكرة السوق السوداء اللي موجودة دلوقتي، التلاعب بالأسعار، وده دايما هيصب على طول في المواطن المصري هيشعر بيه بصورة سريعة. صحيح. خليني بقى أكلم حضرتك على فرص العمل اللي هتتوفر في قطاعات كتيرة جدا، قطاع البنية التحتية، قطاع العقاري، قطاع مواد التشييد والبناء، قطاع السياحة، عندنا القطاعات الخدمية اللي هتخدم على مدينة عملاقة زي رأس الحكمة. خليني أقول لحضرتك كمان إن رسالة الثقة اللي بيرسلها الاقتصاد المصري للمستثمرين العالميين، النهاردة مصر هتفضل أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار. صحيح. كنا بنقول على مدار سنوات الإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاحات اللي بتقوم بيها الدولة المصرية، سواء بقى في مجال الطرق والكباري، الطاقة، كل ده هو أحد أهم الأسباب اللي هتخلي صفقات زي صفقة رأس الحكمة تتم في مصر، ومصر تكون أحد أهم الجهات الجاذبة. لأن لولا إن إحنا قدرنا إن إحنا نطور البنية التحتية والطرق والكباري والطاقة، لولا النهاردة إن المستثمر ابتدى الفرصة مناسبة إن هو يبتدي استثماراته في دولة زي مصر. صحيح. إحنا عملنا اللي علينا يا دكتورة رانيا طبعا في البداية، وسعينا إحنا مهدنا الطريق قدام الاستثمارات بحيث نبقى عندنا مناخ جاذب للاستثمار من خلال الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها، بس عايزين نقول شوف كمان أكتر تأثير صفقة ضخمة زي صفقة تطوير رأس الحكمة. إحنا اتكلمنا على مثلا سعر الصرف، بنتكلم على سعر الدولار اللي نزل فور الإعلان عن الصفقة، سعر الذهب اللي نزل في ساعتها. عايز اعرف برضو تأثير ده على البورصة، وحضرتك يعني طبعا خبيرة في البورصة. هي اقول لحضرتك ان البورصة عبارة عن سوق مطروح فيه اسهم او اصول او اجزاء من شركات. الشركات دي في عدة قطاعات في الاقتصاد المصري زي القطاع العقاري، مواد التشييد والبناء، قطاع البتروكيماويات، قطاع الاسمدة. النهاردة كل اللي احنا ذكرناه ده من فوائد هينعكس على هذه القطاعات طبعا. فبالتالي هيكون التأثير مباشر وسريع على البورصة المصرية. احنا بنتوقع ان الفترة القادمة ان البورصة هتستكمل الصعود الكبير اللي بدته على خلال او من خلال السنتين الماضيين. صفقة زي صفقة رأس الحكمة هنشوف قطاعات مهمة زي القطاع العقاري وقطاع مواد التشييد والبناء. دولة رئيس الوزراء اعلن ان مجموعة من المطورين العقاريين المصريين هيكونوا مشاركين في هذا المشروع الضخم، وده هينعكس بصورة سريعة على أرباح الشركات دي أيوة. وبالتالي صحيح. على أسهم الشركات المطروحة في البورصة. تمام. ممكن يا دكتورة رانيا سريعا تشرح لنا للناس واللي بيشوفونا في ستات ما فيهوش كدب وبشكل مبسط المشروع هيكون عبارة عن إيه وإيه وإيه، الناس تقدر تشارك فيه، تقدر تطمن، وفرص العمل أيضا. الحقيقة زي ما ذكرنا يمكن كمان دولة رئيس الوزراء ذكر إن القطاع العقاري والمطورين العقاريين والمقاولين وشركات الأسمدة، شركات الأسمنت وشركات الحديد وكل الشركات اللي بتاعت مواد التشييد والبناء، القطاعات الخدمية اللي هتخدم على مدينة عملاقة، شركات النقل والمواصلات، البنية التحتية، كل شركات الاتصالات، كل دي قطاعات النهاردة هتكون متواجدة وبتشتغل في مشروع ضخم زي ده. فرص عمل تقدر بالملايين. احنا بنتوقع ان احنا بس المدينة دي تقدر تجذب 8 مليون سائح، ده غير عدد السواح اللي بتيجي سياحة لمصر في عدة قطاعات اخرى. فخليني اقول لحضرتك ان المجالات كبيرة جدا والفرص اكبر من اللي ممكن حتى ان احنا النهاردة نعلنها.
بنشكرك جدا على فكره. واهم الحاجات اللي اتكلمتي عن حضرتك عنها السيوله في العمله الصعبه، لان كان في كادت ان تكون مصانع هنا يعني خايفه جدا مش عارفه توفر عمله، في ناس في حركه البيع كانت واقفه، فاحنا يعني فرحانين وسعداء باحسن صفقه اتعملت السنه دي الحقيقه، مبشره بالخير لكل الناس ولكل القطاعات زي ما قال الدكتور رانيا. صحيح. دكتوره رانيا يعقوب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس اداره البورصه، بنشكر حضرتك. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. تتواصل جهود مؤسسة حياة كريمة في إعانة المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، حيث أطلقت المؤسسة قافلة طبية لخدمة أهالي قرية علوان بمحافظة أسيوط. شملت القافلة جميع التخصصات الطبية وأطباء متخصصين من جامعة أسيوط لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية. الحالات الإنسانية النهاردة متمثلة في غريمات، متمثلة في عمل مشاريع متناهية الصغر، متمثلة في جهاز عروسة وإعانة مادية. بنتواصل مع الحالة من خلال الاسم والرقم القومي والتليفون، وبنقدم لها المساعدة المطلوبة. كما تضمنت القافلة جانبا لتسجيل الحالات الإنسانية بالقرية ومعرفة احتياجاتهم للتواصل معهم وتقديم المساعدات المطلوبة، وتمثلت تلك الحالات في مساعدة غارمات ومشاريع متناهية الصغر والإعانات المادية كتجهيز العرائس وبناء المنازل المهدومة والمعرضة للسقوط. قافلة طبية جاية لقرية علوان من كل جميع التخصصات وتوفير العلاج لكل مريض. العيادة موفرة لنا كل حاجة، كشف باطن، كشف صدر، أطفال، جلدية، من جميع التخصصات برضو يعني موجودة، والناس كويسة معنا خالص يعني. الكشف والعلاج مجانا بصراحة، والناس كلهم من 10 على 10 بصراحة، زي اهلنا واكتر كمان. توفرين العلاج والتخصصات اللي هي برضك عيادات جلديه والصدر والاطفال. وياتي اطلاق القافله ضمن اهتمام الدوله بخدمه الاهالي في القرى المحرومه ورعايتهم الصحيه والوصول للقرى والنجوع الاكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبيه، وذلك في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. لسه برضو بنتكلم عن المشروع الأضخم في مصر. الحقيقة إن المشروع العوائد اللي هتيجي منه مش بس اقتصادية، لا دي سياحية كمان، وهتأثر بشكل مباشر على الحركة على حركة السياحة في المنطقة الساحلية كلها. وعشان نعرف ده إزاي هيتم، هيكون معانا على التليفون الخبير السياحي دكتور حسام هزاع. مساء الخير يا دكتور. اهلا تنور بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ عايز اعرف ازاي مشروع راس الحكمه هيأثر على حركه السياحه الساحليه. هو مشروع ضخم كبير جدا الحقيقه، صفقه وفقت فيها مصر بشكل كبير في الفتره الحاليه، وهي عباره عن استثمارات تقرب الى 150 مليار دولار، مدن جديده بطاقة استيعابية، مدن ذكية، بالإضافة طبعا للطاقة الفندقية. احنا عندنا في الساحل الشمالي ما يقرب من كل الفنادق اللي موجودة في العالمين وفي منطقة الساحل الشمالي حوالي 4000 غرفة. أيوة. فندقية. صحيح. احنا عايزين المشروع ده هيؤدي إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، لو وصلنا إلى 30,000 غرفة بانتهاء المشروع أو 20,000 غرفة، فده ده رقم عظيم، رقم كبير طبعا. زيادة عددية كبيرة، لأن احنا عندنا طبعا في كافة أنحاء مصر 220,000 غرفة سياحية، أكثرها موجود في الغردقة وشرم الشيخ. طب احنا عشان نوضح للناس من البداية كده دكتور حسام، المعلومة اللي عندي بتقول اللي ليها علاقة بالسياحة، إنه السياحة في حد ذاتها مرتبطة ب70 صناعة أخرى. عايزة حضرتك تفسر لي المعادلة دي أو المقولة دي. السبعين صناعة أخرى، يعني أنت لما تيجي تبصي للسياحة كفنادق أو كشركات سياحية أو طيران، التوريدات، اللوجيستيك، المصانع، الأكل، كل حاجة، الأساس اللي بيورد إلى الفنادق،
المصانع اللي بتبني الفندق نفسه اذا كنت طبعا بتفتح كذا بتفتح كذا باب رزق للمصريين في مختلف الوظائف يعني المجالات. ايه اللي هيكون مميز في المشروع يا دكتور حسام؟ يعني هيخلي حركه السياحه تزيد اكتر، ايه اللي هيكون مميز في المشروعات دي؟ هو هتزيد في الساحل الشمالي حركه الزياده هتكون، بس في دول منافسه فلازم طبعا تكون الكفاءة بتاعة الفنادق السياحية والسيرفيس والخدمات والتكنولوجيا اللي موجودة في الفندق تنافس الدول الأخرى، لأن احنا مش هنبقى احنا الوحيدين اللي على البحر الأبيض المتوسط، لا ده في دول أخرى مثلا من أوروبا زي أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومصر وقبرص، في دول عربية برضو والمغرب وسوريا ولبنان إلى آخره، وفي تركيا طبعا من دول آسيا، فدي كلها دول، فاحنا هنستقطب اعداد معينه بس لازم هتكون المنافسه شديده، دخول المستثمرين الاماراتيين والمستثمرين المصريين والمستثمرين الاجانب في بناء هذا المنتجع او المنتجعات السياحيه الكبيره، هتوفر اعداد كبيره من الغرف اللي تجتذب خلال فتره الصيف اعداد كبيره جدا، يعني احنا لو بقى عندنا 20,000 غرفه بالاضافه ل يعني ال 20,000 غرفه، الليله السياحيه الواحدة هيبقى فيها 40,000 فرد. تمام. فدي بقى شوفي لو في 4 شهور الصيف كل واحد هيقعد مثلا 10 ليالي سياحية، يعني هتعمل أرقام. أنا عايز أقول حاجة يا دكتور حسام، يمكن منطقة رأس الحكمة المصريين نفسهم في كتير ما كانش يسمع عنها أصلا، لكن خلينا نقول إن هي من الوجهات السياحية الخلابة اللي بتنافس على مستوى العالم، لأن عندها مقومات سياحية مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. عايز أسمعها برضو من حضرتك. هي المقومات السياحية أولا البحر الأبيض المتوسط بالذات البيئة هناك وفي رأس الحكمة يعني جاذبة لنوعية معينة من السياح، برضو هنقول السياح المصريين أكيد، السياح الخليجيين أكيد، السياح بعض السياح الأوروبيين وليس كلهم، لأن السياح الأوروبيين برضو بيجوا على البحر الأحمر اللي فيه الشعب المرجانية و و و لا والله، وفي بيجوا كتير جدا على منطقة رأس الحكمة من إيطاليا، بيجي على منطقة العالمين ورأس الحكمة، سياح بيقضوا وقت هناك كتير، وفي زيارات اللي هي سياحة الآثار أو سياحة المتحف في العالمين، وطبعا الحرب العالمية الثانية والمنطقة اللي كان فيها روميل و و و في أنواع سياحات بيجي لها، بس بالإضافة لكده العام الماضي بقى في سياحة برضه زي سياحة المهرجانات أو سياحة الرياضية أو سياحة أو المؤتمرات، دي سياحات مهمة جدا، فهتبقى هتتميز بأنها طوال العام، واخدة بال حضرتك دي هتبقى طوال العام ونسب الاشغال هتبقى كل ما زادت الطاقه الفندقيه كل ما هتزداد نسب الاشغال بشكل كبير في المنطقه دي، وبعدين هتدر عمله صعبه، يعني احنا ممكن منطقه راس الحكمه بزياده عدد الغرف الفندقيه لو وصلت ل 20 او 30,000 تزود عدد السياح في على مستوى مصر الى من 7 ل 8 مليون سايح مثلا، بالاضافه للسياح اللي بيجوا على الجانب الاخر، بس طبعا لان احنا عايزين حوالي 250,000 غرفه زياده عشان نقدر نصل الى 30 مليون سائح سنويا بمتوسط انفاق عالي، وبالاضافه الى انها هتدخل عمله صعبه اكثر من 30 مليار وممكن تصل الى 40 مليار دولار على مستوى مصر، فلو الساحل الشمالي وراس الحكمه زادت فيها عدد الغرف الفندقيه فممكن نصل الى 8 مليون سايح في منطقة الساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة ومنطقة العالمين في صقل الشعبية. بنشكر حضرتك دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرات. غاوي مشي الحريم، مشي الحريم بطل. العزيزة دي انا النهارده متفرغ للاحتفال باسبوع عارف يا فاروق. ايه ده الدماغ العالية دي؟ ليه احنا دونا عن الخلق مش لاقيين اللضا؟ عايزاني انشر كلام ممكن يودينا انا النيابة؟ انت ظاهر السر بوظ اخلاقك بزيادة. مش ذنب لوحدي، معايا مفيش فلوس بتروح، خد بالك جمعية ودايرة قطر ما بيوقفش.
مش عارف ايه اللي مخانقني كده و... وخلي هموم الدنيا طبع على سنه. أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الكلام ده مش مبالغة، الكلام ده بتثبته الأرقام وبتأكده الإحصائيات وبأثار شديدة الإيجابية على الاقتصاد وألوف من فرص العمل. إيه أبرز بنود صفقة رأس الحكمة؟ إيه تفاصيلها؟ وقد إيه مداها الزمني؟ إيه أهم الآثار المترتبة على النوع ده من الصفقات؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفقرة دي مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا. ومن الاستثمار للفن هنتعرف كمان على أبرز أعمال الشركة المتحدة في رمضان. ويسعدنا يكون معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. بنرحب بحضرتك. أهلا بك يا ماء، وأهلا بمنى، وأهلا بأستاذ إيمان. أستاذ مصطفى، يمكن منورنا طبعا وخطوة عزيزة، ومبسوطين جدا بوجودك معانا النهاردة. اللي متشرف يعني ان انا موجود معاكم في التلاتة. ربنا يخليك منورنا. عايزين نسأل، واكيد طبعا يمكن كتاباتك وآرائك دايما زي ما كنت لسه بقول لك بوصلة مهمة جدا بنقدر نتعرف منها على امور كتيرة. لحظة اعلان اضخم صفقة حصلت يمكن على مدار سنوات، ايه اللي اتغير؟ سواء على مستوى الاقتصاد، على مستوى المناخ الاستثماري، على مستوى سعر الصرف، على مستوى المواطن نفسه، في متغيرات كتير حصلت في نفس اللحظه والتو. صحيح. ايه اللي حصل؟ خلينا نتكلم بس من الاول ان دي زي ما حضرتك قلتي ان دي الصفقه الاكبر في تاريخ مصر اللي بيتم الاعلان عنها خلال الفتره اللي فاتت. صفقه الاقتصاد المصري هيستفيد منها بمقدار او بما يوازي 35 مليار دولار. هتقلل الدين اللي موجود على مصر بما يوازي 11 مليار دولار، هيتم يعني، وده حجم الودائع الإماراتية في البنك المركزي واللي هيتم ضخهم في شكل عملة مصرية لتنفيذ المشروع. في 11 مليار داخلين البنك المركزي في خلال أسبوعين، وبقية ال 35 هيكونوا في خلال شهرين. ده أكيد هينعكس، بس أنا مش هتوقف أمام فكرة يعني فكرة الدولار، لأن احنا بقالنا 6-7 شهور بنسمع نجمة بتاعت مصر تعاني من أزمة اقتصادية. احنا ما عندناش أزمة اقتصادية خالص. طيب. احنا عندنا أزمة في السيولة الدولارية. وفي فرق كبير جدا بين المصطلحين، ان الاقتصاد المصري يعاني او ان انا عندي أزمة في السيولة. حضرتك بقى توضح ده. صحيح. احنا عندنا أزمة في السيولة الدولارية متلخبطة. ودي نتيجة ثلاث يعني خطوط رئيسية تعرضت ليها الدولة المصرية، بدءا من الأزمة بتاعت وباء كورونا 2020، وباء اجتاح العالم لم يحدث من 100 عام، بعد منها حرب عالمية مصغرة موجودة ما بين أوكرانيا وروسيا أدت، عشان الناس بتقعد تقول احنا بنقول كلام ومش فاهمين. صحيح. حرب أدت إلى ارتفاع كبير جدا في السلع اللي بتستخدمها الدول، سواء السلع البترولية أو القمح أو الغذاء أو حتى الدواء. ده بيكلف الدولة المصرية ارتفاع كبير جدا في فاتورة الاستيراد اللي بتنفق عليها دولارات. فبالتالي حصل أزمة سيولة دولارية في مصر وفي دول العالم. طب أمريكا عملت إيه؟ أمريكا قررت ترفع الفايدة في الفيدرال الأمريكي، فسحبت كل الأموال الساخنة اللي كان بيتم استثمارها في الشرق الأوسط، ومصر دولة من الدول ديت، علشان الأموال دي تذهب إلى البنوك الأمريكية عشان تستفاد بفوايد أعلى بكتير من اللي هتجنيها من بنوك مصر. كل ده خلانا نتحاصر ب أزمة سيولة دولارية، اقتصادنا متعافي، عندنا مشروعات شغالة، عندنا بنية تحتية، عندنا مصانع. فابدأ من 2020 احنا ما وقفناش، احنا شغالين، ولكن احنا مش بنرسم الظروف. احنا ما قلناش ان هيحصل عندنا وباء لم يحدث من 100 عام، ما قلناش ان هيحصل عندنا حرب عالمية مصغرة لم تحدث من 70 عام، ما قلناش ان الحدود بتاعت مصر كلها هتبقى ملتهبة، ما قلناش ان غزة يعني تتصارع فيها الأحداث ويبقى عندك تعطل لحركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثر على دخل قناة السويس. صحيح. كل دي صعاب بتواجه الاقتصاد المصري. صحيح. طبعا مفيش دولة في المنطقة عندها التربص أو حجم التربص اللي موجود بمصر. تطفيش استثمار،
تطفيش سياحه، يعني خلينا نقول ان احداث غزه وقفت السياحه في البحر صحيح. الاحمر تقريبا صحيح. في كل مدن الظروف البحر كانت الاحمر طارده كلها للاستثمار. خلينا نقول ان حضرتك اللي قلته او الخطوه دي ان شاء الله هتكون كمان هتاثر على الدولار بشكل كويس، وده اللي كان عامل ازمه في اسعار الدواء. النهارده الناس ما كانتش عارفه تجيب دواء لانه مفيش دولارات واسعار عاليه. كلمنا عن ده والدولار هياثر ازاي للمواطن المصري بقى كده. البنك المركزي احنا كنا بنتكلم في تقريبا 35 مليار دولار، اكيد ما انا عارفه وحضراتكم عارفين احتياطي النقد المصري، احنا دخلنا 35 مليار كمان، فاكيد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هيرتفع. ده هياثر فعلا على السوق الموزع للعمله اللي عرض وطلب. برافو عليك. النهارده الصبح وانا جاي لكم كنا بنتابع في الوطن ان مثلا 55 سلعه ابتدت تتاثر بفكره الاعلام بس عن دخول مصر 11 مليار دولار الفتره اللي جايه. خمس سلع اساسيه من السلع اللي بيستخدمها المصريين تراجعت فعلا في السوق، وده هيحصل. سعر الذهب نزل. سعر الذهب نزل طبعا، مش بيبيع للناس الوهم وفكره ان الاسعار هتختفي في خلال شهرين ثلاثه، لان هو موضوع تراتبي وفي قرارات الدوله هتاخدها، بس هيشجع الاستثمار المصري في مصانع كادت انها تقفل عشان سبب الدولار. صحيح. يعني كانوا بيصوتوا بيقولوا احنا هنعمل ايه، فالحمد لله دي اخبار مبشره جدا، اخبار مبشره لكل رجال الاعمال اللي فاتحين مصانع. السوق المصري امن. ان المستثمر اللي بره خلاص عرف ان البنك المركزي المصري فيه اكتر من 45 مليار دولار، عنده مشروع ضخم زي مشروع تطوير راس الحكمه، الدوله المصريه سنداه، الدوله المصريه هنا بتستثمر زي يعني الشريك الاماراتي لمصر هو شريك زي هكليك يا ما تسالني اوضح دي للناس، هو شريك زي اي شريك شركه مصريه. بتروح لهيئه المجتمعات العمرانيه بتطلب قطعه ارض كبيره تقول لها احنا هنعمل عليها مشروع، فالدوله تخش تشاركها بما يوازي 35% من قيمه المشروع دوت وتبيع لها الارض. ده اللي حصل مع الشريك الاماراتي طبقا لمواد الدستور المصري، طبقا للقوانين المصريه، طبقا ليعني للسياده الدوله المصريه. فطبعا في اقاويل في الثلاث نقط اللي انا بتكلم عليهم دولت، لكن مصر يحكمها يعني القانون والدستور، ومفيش مشروع بيحصل في مصر من غير ما يكون بيراعي الدستور المصري والقوانين المصريه. اتفضل يا مريم. كنت عايزه اسال حضرتك ابرز اثار النوع ده من الصفقات على الاقتصاد المصري. خلينا نتكلم بشكل بسيط للناس. مدينه كامله مدينه كامله هيتم انشائها في منطقه صحراويه، خلينا نقول ان يعني راس الحكمه دي منطقه صحراويه مطله على البحر المتوسط، بيسكن فيها بعض اهلنا من مرسى مطروح، من بدو مرسى مطروح. هيتم تعويضهم بشكل كبير جدا جدا وبالاسعار العادله عن بعض المناطق اللي بيتمركزوا فيها. طب لما اعمل منطقه يعني هتستوعب 8 مليون سايح وهتستوعب 300 الف نسمه اللي هم اللي قاعدين فيها، ومنطقه لن تعتمد فقط على الثلاث شهور بتوع الساحل الطيب او الساحل الشرير اللي هو من شهر 6 لحد شهر 9، لطول السنه فيها مناطق جامعات، فيها مناطق خدمات، فيها مصانع، فيها لوجيستي كتير جدا. طب عايزين طاقه شمسيه، ودي دي قطعه من مصر من اكتر الكثافات في الطاقه الشمسيه عشان نولد الطاقه بيها الطاقه البديله، محتاجين محطات لتحليه المياه علشان يحصل اكتفاء ذاتي للمياه. احنا بنتكلم من الابره زي ما بيقول المثل المصري من الابره للصاروخ. مباني جديده، اسمنت، طوب، مسلح، كابلات كهرباء، لاندسكيب، مواد غذائيه، مجتمع كامل، فرص عمل لملايين. بالظبط كده، هو ده الاستثمار، وده اللي كان يعني يقدر يدعم الاقتصاد المصري ان احنا نبحث عن مستثمرين يساعدونا في تحقيق المشروعات الكبيره، وده ما كانش هيحصل من غير النجمه القديمه في كل المجالات. صحيح. يعني في مجال زي ما حضرتك قلت السياحه، في مجال البنيه التحتيه، فرص العمل. صحيح. سمع كمان ان في هيكون مدارس وجامعات هناك، يعني من غير شبكه طرق، من غير مواصلات، من غير قطر كهربائي يوصل لحد هناك، من غير محاور تتقاطع مع كل المحافظات عشان توصلي. أيوة. بطريقه سهله وامنه. الناس كانت بتقول ليه 10 طرق طريق الساحل الشمالي، النهارده احنا عرفنا في 2024 ليه الطريق 10 طرق 10 حارات. دول بقى انا عايزه اقف عند الناس دول شويه. في ناس عندها مشكله تقبل التغيير او تقبل ان انا اخطي خطوه لقدام او ان انا انفتح على العالم. صحيح. لاني رضينا او لم نرضى احنا جزء من العالم، ما بقاش في حاجه اسمها دوله قافله على نفسها. ومن المعروف زمان كان بيقولوا حتى الجمله علماء الاقتصاد انه راس المال جبان. صحيح. اول ما يلاقي اي هزه او اي عدم توازن هيهرب. صح. وراس المال بيجيب راس مال، لانه زي ما بيقولوا كده الدول بتبص لبعضها. صحيح. طب انتوا استثمرتوا عند مصر، طب لا احنا كمان هنيجي نستثمر،
وده جميل جدا، وده مش هيحصل الا اذا كان راس المال ده واثق فينا وفي قدراتنا وفي امكانياتنا احنا كمصر. فمن باب اولى ان احنا كمصريين نكون واثقين في نفسنا، واثقين في بلدنا، واثقين في قيادتنا، واثقين في الظروف اللي احنا هيئناها على مدار الفتره اللي فاتت عشان نكون مناخ جاذب للاستثمار. النهارده الخطوه دي مهمه، بس اكيد حضرتك زي سمعت كتير من المخاوف، انا عارفه ان هي بتطلق بحسن نوايا او من عدم ادراك، مش كل الناس خبراء اقتصاديين عشان يقدروا يردوا على المخاوف دي، لكن حضرتك تقدر تقول لنا ايه ابرز العبارات اللي سمعتها فيها خوف من الناس او عرفت عن عدم علم ونقدر نرد عليها؟ ان مصر بتتنازل عن جزء من ارضها. عظيم. كانه هياخد الارض يلا ويمشي. يلا نرد. هي الارض دي هتجادر مصر؟ لا هتدور وتمشي. اكيد لا مش وتمشي. موجود. طيب هل الحكومه المصريه شريك في المشروع؟ شريك في المشروع. طب. هل العقود تم دراستها؟ تم دراستها على اعلى مستوى في الدوله المصريه. هل مصر تضمن حقها في هذا المشروع؟ تضمن حقها لدرجه انها متوقع ان تحقق ارباح 150 مليار دولار في ظرف 5 سنوات. عظيم. هل هنكرر التجربه؟ نعم نكرر التجربه. ليه المستثمر ما يجيش يستثمر عندنا؟ ليه كان كل اللوائح امان اللي بتطرد المستثمرين انهم يجوا من مصر ويجي يلف على 50,000 مكتب صح. ويقابل 40,000 مسؤول ومش مسموح ان انت تبني هنا؟ اذا كان لندن نفسها الناس بتاجر فيها بيوت وبتشتري بيوت صحيح. الامارات عندها كم كبير جدا من الاستثمارات العقاريه صح. لمواطنين غير اماراتيين صحيح. المملكه العربيه السعوديه تسعى الان لبناء مدينه كامله، مدينه نيوم، وهتملك فيها يعني شركات اجنبيه كثيره عشان تخش تبني. المفروض احنا نبقى حريصين على جذب الاستثمار. وفي 35% زي ما حضرتك قلت 35% من الارباح وبعنا يعني وتم عقد الصفقه على الاستثمار في الباقي، وتاخد الفلوس كاش في هذا الوقت. يعني 35 مليار في ظرف شهرين ده رقم كبير. رقم يعني مش هنقول ان هو الحل السحري لمصر، لان احنا لسه بنبدا يعني بنبدا تجاوز ما ورطنا فيه العالم من حروب وصراعات. مصر مش طرف في اللي بيحصل في غزه. مصر بس اكيد بنتاثر بيه حتى ولو يعني مصر لم تسعى لما يحدث في غزه الان صحيح. ولكنها متاثره تاثر شديد جدا. محاولات للتهجير تقف امام الحكومه المصريه طبعا. محاولات لكسر حاجز الخط الامن المصري تتصدى لها الدوله المصريه. السودان جنوبا الاوضاع غير مستقره، ليبيا الاوضاع غير مستقره. احنا كان مين قال ان سعر القمح والمواد البتروليه هيتضاعف بهذه الارقام؟ طب نبص على تجربه مشابهه لينا واقتصادها كان سابقنا زي تركيا. الليره التركيه انهارت خلال 20 شهر اللي فاتت لتصل من في مقارنه بالدولار من 3 لحاجه و20 ليره النهارده مقابل الدولار. والاقتصاد التركي كان مستقر، ما حاربش ارهاب صحيح، ما عندوش ثورتين، ما عندوش فصيل هربان. كل كلام مهم جدا الحاج بتقوله ده. كل اللي بيشغله في الحياه محاربه اي تطور في المجتمع او صحيح. اي خطوات ايجابيه للاقتصاد او للسياسه. بيشتغل في مناخ هادئ، لكن انت في ظل كل الظروف اللي محاوطه عليكي وفصيل بره لا يعني ما عندوش زي ما بقول اي اهتمام في الحاجر، حاجه واحده بس هو اضعاف موقف مصر صح. هو التشكيك في نوايا مصر كده. احنا وضحنا كل النقط عشان ما يبقاش فيش اشاعات. يعني ما فيش اشاعات، واعتقد ان هنتكلم بعد يعني الفاصل. نصر كبير للحكومه المصريه للدكتور مصطفى مدبولي ان هو يعمل تعاقد او يعمل عقد وصفقه لتطوير راس الحكمه بهذا المبلغ الكبير والضخم. اعتقد ان دي بدايه لعوده الاستثمار الاجنبي لمصر. هنشوف تبعاتها خلال السنوات اللي جايه. وانا بقول للمواطنين وبقول للي بيتفرجوا علينا اطمنوا جدا، مصر يقوم عليها رجال امناء، رجال يعرفون قيمه صحيح. وقدر الدوله المصريه وكل ذره تراب منها. طبعا كده يعني ردينا عشان ما بيبقاش فيه اشاعات من خلال ست ما عرفوش كده، وتاكدوا من الاخبار طبعا اللي قالها استاذ مصطفى عمار من الفن من الاستثمار للقوى بقى القوى الناعمه والفن. بعد الفاصل نتكلم معاك واحدث اعمال الشركه المتحده للاعلام. تسحب اللحاف من عليا وانا سحبت عليك صفوري. الله يرفع عنده فوق. قاعد مع مكنه فتي تفرز كل منتجات الفتي، شلت خدديات فتي حتى المجات. التزموا بالخطه ام، رجعي لي بس ساعه حينشروا جسمي. جاي ايدي مرتك حامل. فين دي ابو نوكيو؟ صوت القطه. صوت القطه زهير. جبت الثقه دي منين يا ابن الصرمه؟ دردت بقد عفريت. دمدمه ده قنبله يدويه. واي حاجه بتجيب قنبله احيي
الفتيس طلع في ايدي. احنا كده رحنا فتيس. سيو سيو. انا مختار ابو المد، قررت ابني امبراطوريه. امبراطوريه بعتهم هنا كم يوم يا جاودلر؟ انت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين. انا سبت شغلي كله مع العقارب، والحكاية دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ. لا تخيل بقى هتدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية. عايزين انتل الوضع على رجلك عشان تسامحي. انا مش هرحم حد. طيب يا شهاده سامح. ابو الحل يموت. احنا في حرب، طول ما احنا عايشين محدش هيهوبنا حيتين. بسمم بجلالة الله ما ارحم حد فيكم. ولادي زي لغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. بس لو تروح حاجة يا ياسين ما هتكفيني عيلة الغول كلها. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع الصحفي الكبير مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن. ودلوقتي هنتكلم عن القوى الناعمة وخطة رمضان السنة دي. احنا عملنا ملف في الوطن من يومين او ثلاثة كده عن ان الموسم الرمضاني اللي بتتصدى ليه الشركة المتحدة هو الموسم الأكبر والأضخم في الدراما العربية. احنا بنتكلم السنة دي في تقريبا هقول لكم ملامح سريعة 18 أو 19 عمل، مش أعتقد 19 عمل، نصهم 15 حلقة علشان التنوع، والنص التاني من المسلسلات 30 حلقة. أمام مشاهد كده سريعة نتوقف أمام أول حاجة مسلسل الحشاشين للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وده عمل يشكل ويرسم وعي الشعب، مش فكرة ان انا هبقى بتفرج وبستمتع بس بالقصة والحدوتة والمؤثرات اللي عاملها بترميمي كمخرج كبير. بقالنا كم سنة مستنين العمل ده. صحيح. وكريم عبد العزيز طبعا عمل ضخم، هو بيتناول زي ما انتم عارفين قصة او سيرة حياة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ودي الجماعة اللي نبت منها كل الجماعات الأصولية والتكفيرية والنبتة الأولى لأي عنف تم اتخاذه في مواجهة الحكام والدول. أعتقد عبد الرحيم كمال اسم لا غبار عليه، بتستضيفوه كتير عندكم يعني وعارفين طبعا. احنا نستمتع بالحوار الرائع. وبيتر مخرج بيجيد يعني تقديم ما يحب الجمهور. وكريم عبد العزيز واحد يعني انا احنا كنا لسه عاملين عنه صفحه مسميه الفة الجيل، يعني هو الالفه بتاعتهم فعلا، هو الفة الجيل بتاع جيل منى وحلمي و وبيوحشنا في الدراما طبعا، بس يعني طبعا عشان ما لسه قبل كريم بشويه. فيعني كريم بردك عنده طله وعنده حضور وذكي ان هو يعمل دور زي دوت، دور تاريخي. عندنا كمان هتوقف امام ان الشركه المتحده متصديه لانتاج مسلسل فلسطيني بمليحه، وده يعني مجهود مشكور من الشركة المتحدة ان يبقى في عز الازمات اللي احنا فيها دي مركزين ان احنا يبقى عندنا مسلسل يتناول ويفهم الناس ماذا يحدث داخل قطاع غزة. خلي بالك احنا ممكن نقدم 1000 ساعة برمجية نقعد نتكلم فيها مع بعض، والصحافة تكتب 10,000 مقال. القوة الناعمة بتدخل القلوب على طول. ممكن تعمل اغنية واحدة تؤثر قد اللي احنا اثرناه في بمراحل طبعا. طب مسلسل 30 يوم الناس كلها تتفرج عليه او 15 يوم هيسيب اثر كبير جدا. السينما والدراما هي اللي بتشكل وعي الناس طبعا ضد القضايا المصيريه والقضايا اللي المفروض يقفوا خلفها. اعتقد كده بقى عن قضايا مصريه بس، احنا يعني كده بنتكلم عن قضايا مصريه عربية. وقضايا عربيه لان مصر صحيح وبنقول لهم ان هم في قلوبنا كمان طول الوقت. صحيح. دي بخطوه جميله. زمير بتأمين موجوده، مخرج كبير زي الاستاذ عمرو عرفه، محمد دياب الله. ممثل مطرب محمد يعني عمل ادوار كتيره الفتره اللي فاتت اتاكد فيها ان هو ممثل كويس، والمره دي بيقدم دور كويس، والحدوته حلوه. وشركه كبيره زي دي اس يعني بتتصدر الانتاج طول الوقت. كان الناس بتقول ان المتحده مستحوذه على الانتاج، مفيش شركات بتشتغل. النهارده احنا بنتكلم في 11 شركه انتاج
تتعاون مع الشركة المتحدة علشان يقدموا الموسم الدرامي ده غير شراكات بتعملها الشركة المتحدة زي آخر شراكة مع السعودية صحيح في الإنتاج الدرامي والسينمائي، وبرضو ده يعتبر خطوة جديدة وإنجاز مهم يضاف لرصيد من الإنجازات اللي بتحققه المتحدة طول الوقت. طب تعالى نسألها بالعكس، بغض النظر طبعا إحنا بقالنا كذا سنة وكذا موسم بنستعيد الريادة المصرية في الدراما المصرية على مستوى المنطقة العربية كلها والعالم يمكن، لكن ماذا لو ما فيش دراما موجودة، ما فيش الموسم ده موجود؟ سؤال مهم جدا طبعا، وانت قلتي ان في شراكة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، وفي تعاون مع تلفزيونات عربية كثيرة جدا في شهر رمضان. انا ببقى فخور لما بلاقي موسم زي موسم الرياض المسيطر عليه هو الفنان المصري طبعا، ببقى فخور جدا لما بلاقي المطرب المصري الناس حافظه يعني اما الاقي محمد فؤاد واقف على مسرح في المملكه العربيه السعوديه والجمهور السعودي يردد اغاني فؤاد من التسعينات لحد هذه اللحظه. فخور ان الجمهور العربي والخليجي يحفظون اغاني محمد منير ويحفظوا اغاني عمرو دياب ويتميلون مع مي فاروق وهي بتغني اغاني للسيده ام كلثوم اللي عدى نص قرن على راحلها، واغاني عبد الحليم واغاني يعني والحان بليك حمدي والحان كمال الطويل. مصر سايبه يعني اثر نادر في روح كل مواطن عربي من يعني زي ما بيقولوا من المحيط للخليج. صحيح. اول دكتور مصري، اول مهندس مصري، اول معلم في الفصل مصري، اول طريق الناس تمشي عليه اللي عامله مهندس مصري، اول مسجد اتبنى بالمعمار هو مهندس مصري. فاحنا لينا كتير يعني احنا اثرنا كبير، وده مش فضل من مصر ولا حاجه، ده دور مصر لعبته من 7000 سنه. اللغه المصريه اللغه الوحيده اللي بيتقنها العالم العربي كله يفهمها ويعرف يتكلم بيها. انا امبارح كتبت كده على البروفايل بتاعي بعد اعلان الصفقه، يعني خلينا ارد تاني ونرجع للفن، مصر لا تقع وان وقعت وجدت متكئه. فيعني في صديق ليا عزيز مش هقول اسمه، يعني هو احد الشخصيات العامه، قال لي مصر ما يبقاش المتكئ بتاعها مشروع استثماري او حاجه. فانا قلت له لا، هو اصل الجمله اللي انا كتبتها صانع المعروف لا يقع وان وقع وجد متكئ، المتكئ بتاعه المعروف اللي صنعه. صح. ومتكئ صحيح. مصر هنا صحيح. هي ما قدمته للعروبه وللعالم وللانسانيه، بتعلمهم الحضاره والفنون والثقافه والطب وكل حاجه. متكئ مصر هنا مش ان هيجي لها مشروع ب 32 مليار، او متكئ مصر ما قدمته على مدار تاريخها للبلاد العربيه وللوطن العربي وللانسانيه. يعني صحيح. احنا لو شلنا زي ما بتقولي كده يا ايمان، شلنا الفن المصري، طب لو شلت الحضاره الفرعونيه العالم كان يبقى شكله عامل ازاي؟ صحيح. الناس هتعرف مزيكا منين؟ وهتعرف فنون منين؟ وهتعرف طب منين؟ بره وتحديدا في السعوديه ده تكريم للعالم. طبعا تكريم للفن المصري وللقوى الناعمه المصريه. كلمنا بقى عن الشهامه والجدعنه وحق عرب بقى، واحمد العوضي عامل ايه السنه دي؟ عشان برضه من اصل برضه الروح دي يعني من الاعمال المقدمه صحيح. المتحده في اكتر او عايز تكلمنا طبعا في يعني الدراما الشعبيه بتاعتنا، عتبات البهجه استاذ يحيى الفخراني. طبعا خلينا نتكلم الاول عن يعني دكتور يحيى الفخراني طبعاً. زي ما بيحب الناس تقول له هو دكتور طبعا كبير. معاه نص للاستاذ ابراهيم عبد المجيد الكاتب الروائي العظيم الله. جدا دكتور مدحت العدل يعني معاه، ومعاه الملك الدراما التلفزيونيه زي ما بيقولوا عليه في الوسط الفني مجدي ابو عميره. الله. قصه الله. انسانيه شديده جدا جدا عن جد بيفقد ابنه وبنته وزوجها، وبيسيبوا له اثنين من الاولاد اللي هم احفاده بيتعامل معاهم وبيترب يعني وبيحاول يفهم العالم بتاعهم من خلال منصات السوشيال ميديا، فيتحول لواحد من نجوم هذه المنصات. قصه اعتقد جميله جدا، مدحت العدل قلمه راقي وجميل وصاحب نجاحات كبيره جدا في الدراما او السينما. طب مدحت العدل يبقى في اغاني ولا ما فيش اغاني؟ اعتقد هنراهن على التتر، واعتقد يبقى جو استاذ منى بتدور على الشغل بتاعها عايزه تغني. لا كلنا بنحب اغانيه طبعا ونستمتع. طيب لو رحنا لحد كل الناس بتحبه، كل الناس بتبقى مستنيه المسلسل بتاعه، الفنان القدير يحيى الفخراني، يعني كلمنا بقى عن العمل ده. دكتور يحيى قلت لك يعني بقاله سنه ما نزلش، بقاله سنه ما نزلش، كنا لسه بنقول ان عتبات البهجه هي بتاعه الدكتور يحيى. خلاني اروح كمان معاكم العمل ادبي، احنا قلنا ابراهيم عبد المجيد مقدم عتبات البهجه. في خالد النبوي كنا لسه بنتفرج على البرومو بتاعه، عامل عمل ادبي تاني لاحسان عبد القدوس، ودي تاني روايه يبقى موجوده السنه دي من انتاج الشركه المتحده. الشركه المتحده عامله شغل جامد جدا جدا. امبراطوريه ميم صحيح. خالد
قلبه جريء جدا انه بعد ما يعمل السنه اللي فاتت امام الشافعي يرجع بدور لايت، والناس شافته قبل كده مع سيرته. ما نقدرش نستغنى عنه يعني، طبعا طبعا ده الاستاذ يعني طبعا واثق في قدراته، وهي جرأه محسوبه عموما او جرأه محسوبه. بس انا عايزه اقول كمان، يمكن هي شهادتي مجروحه والله في المتحده، بس انا بتكلم كمشاهد النهارده، التنوع اللي موجود، جميع الوان الطيف الدرامي بتقدم بكل اشكالها بكل انماطها، بتناسب كل الشرايح الاجتماعيه، كل الفئات العمريه، كل المستويات الثقافيه، امنه جدا انها تدخل كل بيت وتناسب كل اسره مصريه وعربيه. فالنهارده الحقيقه ده مجهود كبير جدا جدا، يعني مش هقدر اقول انه في محتوى مش موجود او ناقص، لا هم ما سابوش حاجه للظروف. احنا ما كانش عندنا قبل دخول المتحده للسوق، ما كانش عندنا ازمه في فكره ان احنا فقدنا الرياده الاعلاميه بتاعتنا. خلينا اكون واضح وصريح معاكم، احنا ماسكين الفن ده زي ما قلت لكم قبل الهواء من 65 سنه. ولكن المتحده عملت حاجه مهمه جدا احنا افتقدناها في اخر 10 سنين، اللي هي ارجاع القيمه للفن المصري. قبل دخول المتحده ما كانش فيه على الشاشات غير مسلسلات عشوائيات، صح، تجار مخدرات، علاقات غير مشروعه بتخش البيوت المصريه كلها، انها بتقدم الجوده وروحك مش في ايد المنتج، صحيح، انت بتدور على المنتج، صحيح، وكان في تصدير لواقع مزيف مش بتاعنا، واقع مزيف لا يمت لينا بصله، صحيح. طب الطرف الاخر في اي دوله عربيه بتتم انتاج مسلسل في رمضان ما بنلاقيش المشاكل ديت، ما بنلاقيش المشاهد ديت، بنلاقي مجتمع ملائكي، بنلاقي نماذج ناجحه وفريده تقدمها الدراما، وده اللي احنا اتربينا عليه في دراما اسامه انور عكاشه ودراما محمد جلال عبد القوي. ازاي طبعًا اعلم الناس الاخلاق والقيم؟ طبعا فكان المتحده مهم جدا ان هي تخش عشان تعيد ضبط السوق المصري، صح، وتعيد ضبط القيمه للفن المصري، ويحصل يعني اعاده تشكيل وصياغه للاعمال اللي بيتم تقديمها، علشان نرتفع بوعي المتلقي، نبث الرسائل زي ما شفنا في الاختيار، الاطفال كانوا بيقلدوا المشاهد بتاعه الشهيد المنسي رحمه الله عليه، نشوف الامام الشافعي والناس كل السوشيال ميديا كانت بتردد الاقاويل بتاعته. صناعه الوعي، احنا اتعلمنا الجيل بتاعنا بتاع السبعينات والثمانينات، اتعلمنا من ليالي الحلميه، اتعلمنا من الرايه البيضاء، اتعلمنا من الحاجات دي، يعني ايه الشرف اللي بيكسب في الاخر، يعني ايه ابو العلا البشري، يعني ايه الانسان ما يكذبش. الحاجات دي كلها صناعه الدراما المصريه، صحيح، مش دروس اتقالت في المدارس لاعلاء القيم المصريه الاصيله. حقيقه استاذ مصطفى عمار، يعني بنشكرك، والوقت معاك، الوقت خلص يعني معاكم بسرعه، وعايز اجي تاني ان شاء الله. بنشكر حضرتك وان شاء الله يعني تبقى معانا في حلقه جايه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا، والشيف محمود عامل لنا ايه النهارده، هنشوف. ما تروحوش فات. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومع شيف محمود سعد، وعامل النهارده أكلة حلوة قوي اسمها مجدرة، هسيبه بقى هو يوصف الموضوع كله. بسلم على مها طبعا، بسلم على مها وبسلم على دكتورة منى عبد الغني وإيمان، وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا النهارده. طبق المجدرة ده عبارة عن طبق هو خليط ما بين العدس والرز، كويس؟ في كل بلد بيتعمل باسم مختلف، بس أنا حبه بالطريقة طب المقادير على الهواء ماشي. عدس بجبه ورز مصري وزيت وملح وكمون وبصل، وبس بقدم جنبه بقى بقدونس ونعناع وخس وطماطم وليمون. الله. وبصل بعمل بيه سلطه بيتقدم جنبيه زبادي. الله ماشي. الله ماشي. طيب اول حاجه بنعملها مهم جدا بقى، اجيب جوانتي. عندنا احنا الكشري البني، صح، بنقول كشري بني، بنقول، لكن في لبنان بقى وفلسطين بيسموه مجدره، واكيد الاضافه بقى مختلفه. في لبنان وفلسطين بيسموه مجدره، وكمان اكتشفت ان في بعض المناطق بتسميه مدردره. هو الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها في ان احنا بنعمل ايه. اول حاجه مهمه قوي ان احنا يكون عندنا بصل وزيت، بنحط حوالي 4-5 معالق من الزيت، بنحط معاهم البصل يتحمص كويس. كويس. في ناس بتصفي على الزيت وفي ناس لا. ماشي. لو احنا من الناس اللي احنا بنصفي على الزيت بالتقليه، بنخلي التقليه على جنب ونستخدم من الزيت بس، انا بحب احط معلقه من البصل مع الزيت. والعدس يكون منقوع لمده نص ساعه مثلا، هروح اصفي على العدس. وبعدين
شمين ريحه البصل تحفه. ننزل بالعدس وندي تقليبه، وفي التوقيت ده بحط معلقه ملح وبحط كمان معلقه من الكمون. كلمه السر بقى في الوصفه دي ان مهم جدا ان احنا نظبط التسويه بتاعه العدس مع الكمون مع البصل لمده قد ايه؟ حوالي 15 دقيقه. اول ما العدس يبدا يجي داخل على سوا مهم جدا ان احنا نغطي عليه، واول ما العدس يبدا يدخل على السوا زي ما احنا شايفين كده اهو الله، العدسيه تحسوا ان هي ابتدت تدوب كويس شويه، نحط الرز ونسيبه على نار هاديه يستوي لحد ما النسبه قد ايه عدس وسكر. بص حلو قوي بقى السؤال ده، كوبايه عدس كوبايه ونص رز. اوكي وادي التقليبه الجميله، وبعدين بعد بالظبط حوالي 20 دقيقه، تعالوا بقى اوريكم الشكل الجامد جدا، بعد حوالي 20 دقيقه طبق المجدره بيكون جاهز. بصوا الجمال، ما تدينا بقى البصل كده يا مها، بصوا الحلاوه. يعني انا من عشاق الطبق الجميل ده، عايز اقول لكم ان بعض الاسر لا استنى هنزين بيه في الاخر، بعض الاسر المصريه يعني بتعمل ايه بقى؟ بتعمل العدس ابو الرز ده، عشان انا بقول لكم يعني مهم جدا ان بيتعمل مع الطبق الكشري المصري، في بعض الاسر بتعمل العدس بالرز كده للكشري المصري البيتي الجميل كويس. وبعدين انا بحب اقدم جنبه شويه سلطه خضراء مثلا، احب اقدم جنبه شويه زبادي، ولكن بيتعمل في معظم الدول الشاميه وفي بعض الدول العربيه، وكل بلد ليها اسمها الطبق ده ليه اسمه. اتمنى ان احنا كل بلد بتعمل الطبق الجميل ده تقول لنا اسمه ايه عندها. احط شويه طماطم، انا بحب اعمل شويه كمون كده، ناخد شويه ملح وشويه كمون حلوين مع لمسه صغيره كده من الكمون وشويه بقدونس ولمسه نعناع. التفصيله الصغيره دي مهمه جدا، كمون بنعناع مع شويه عصير ليمون كده وشويه عصير ليمون. بحب اعمل ايه بقى، اخد الطبق الحلو ده كده ازين بيه الطبق الجميل. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا شيف محمود، اسرع من ده مفيش، اسرع من كده مفيش. يعني شيف محمود بصراحه عامل طبق ولا اروع مع سلطه الزبادي اللي انت قلت عليها. نشكرك يا شيف، تسلم ايدك، تسلم ايدك. نشكركم، وحلقه جديده بكره ان شاء الله، والستات ما يعرفوش يكذبوا ان شاء الله.